حياكم الله أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم مجددا. نبدأ معكم الآن مشوار متداول فيه ومتابعة جديدة لأهم وآخر الأحداث والقصص المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا. أنوه عن بعض من تلك الأحداث من خلال هذه العناوين: سرقة سيارة مواطن عراقي في إيران وابتزازه، تسجيل أول حادث بين قطار الموصل وسيارة، عراقي يجدد سنوية سيارته في عمان بدقائق، استغل مهنته في الصباغة ليقوم بترويج المخدرات وينقلها بين مدن كثيرة بالعراق ومنها العاصمة بغداد. سائق تاكسي وصباغ في ذات الوقت أطاحت به فتاة ببغداد بعد أن استدرجته في عملية نوعية استباقية بالتنسيق مع الأمن الوطني. فمن هو هذا الشخص الخطير وما هي قصته؟ عقيل، اسم لا نعرف إذا كان مستعاراً أم لا، قد يعتبر ضحية من ضحايا المجتمع وأصدقاء السوء، لكن لا نبرر فعلته على الإطلاق. فيديو في يوم من الأيام عرض عليه أحد أقاربه ويعمل تاجر للمخدرات، عرض عليه العمل معه، ومهمته هي نقل وبيع الحبوب المخدرة بما في ذلك الحشيشة والكريستال. وبالفعل هذا الشاب قبل هذا العرض وبدأ بالعمل في هذه المهنة. للأسف مروج المخدرات هذا كان هو السبب في ضياع الكثير من الفتيات والشباب وأوقعهم كفريسة سهلة بمصيدته، لكن شاء القدر أن يوقع هو الآخر أو يقع هو الآخر بيد قواتنا الأمنية لينال عقابه العادل. فكيف تمت العملية لنشاهد. تهمتك مخدرات عقيل، شوفنا شلون بديت تجارة المخدرات. عديلي هو تاجر المخدرات وانا جاي اشتغل ببيته، صبغت بيته وانا رجال صباغ، صبغت بيته، فهو اقر على هاي السالفه، قال ليش ما اخليك تنقل اللي تودي لبغداد واعطيك مبلغ عليهن. قلت له بكيفك. استغل المهنه مالته وشال الصبغ اللي اشتغل بيان المعجون وحط الكريستال بيه، رجع المعجون عليه وقبقه. يعني انتم تنقل مواد تخفي الكريستال، وين تخفيه؟ تخفيه بالصبغ. ايه صطلمات الصبغ. ورا 13 يوم تقريبا هيك هم خابرني، قال نفس الكميه هاي، هم نفس الحاله، هم للنهضه. قد الكميه تقريبا؟ تقريبا كيلو. وين خفيتوهن؟ هم بالسطوله خافيهن وكملهن، وعلى حسب الصوره وجيت انا، هم اخذت السطوله وجيت نفس الحاله، هم بالنهضه. هم بالنهضه قال راح اعطيك رقم الولد خابره. اثناء وصلت للنهضة توجهي إلها، اتصلت بها حسبالي ولد، انا اتصلت بها طلعت بنيه، اتصلت بها قالت لي تجيني بفلان مكان، وانا يعني بطريقي ماشي اتخابرت وياها، قالت اوقف يمك، وقفت وتلقى القبض عليه. اكثر من 2 كيلوغرام من الكريستال عثر عليها بحوزة مروج المخدرات الذي شاهدناه الان لحظة القبض عليه. والفيديو ما ان تداولته منصات وصفحات السوشيال ميديا حتى تفاعل معه الناشطون بكومنتات، رصدنا لكم جانبا منها. نبداها مع ام نور. ماذا قالت ام نور عن القاء القبض على هذه العصابة؟ تقول ام نور: الامن الوطني ابطال، عافية بكم، الله لا يوفق كل واحد هيش يسوي ويدمر. وهاي الشباب ليش تخربون عقولهم وتكونون سبب بتفكيك الأسر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق آخر من إيهاب، يقول إيهاب: والله لو ينعدمون كان بعد ماكو ولا واحد يتاجر بهذا السم، بس عليش تغطون وجوههم من الكاميرا؟ افضحوه، خلي الناس تعرفه.
أيضا هناك تعليق آخر من الشمري سعيد يقول هسه يدفعوا له ويطلع بعد علي من ملبسين بدلة وتعبانين وبيكم خير وسيطروا على الحدود مع الأرجنتين البلاء كله من رأسها وحدودها بالفعل مثل ما نقول كو محجار ولا هجار. بعد أن سرقوا عربته الحديثة في إيران وجرت مساومته على مبلغ قيمته 5 شدات أي ما يعادل 50,000 دينار 50,000 دولار أمريكي لقاء إرجاعها إليه، لم يأبه لتلك المساومات ورفض الانصياع لهم ولما أرادوه، لكن عقاب امتناع هذا دفع فاتورة غالية ولم يكن يتوقعه. فما هي قصة هذا الرجل وما هي ملابسات الحادثة؟ هو مواطن عراقي ظهر بمقطع فيديوي قصير وهو يناشد الإمام الحسين عليه السلام بعد أن غدر به 3 أشخاص إيرانيين، والأمر الصادم أن من غدر به بحسب روايته سبق وأن كانوا ضيوفا لديه في مضيفه وفي داره في إيران، وما أن رأوا أنه عراقي وميسور الحال حتى قاموا بسرقته وابتزازه وحاولوا الاعتداء عليه، وبعد بحث وتقص عثر هذا المسكين على سيارته الحديثة، لكن ما فعلوه بها كان صادما. لنشاهد وندع الرجل يتحدث عما حل به مع هذه العصابة في إيران. إني مواطن عراقي غدروا بي 3 أشخاص إيرانيين وقاتلوا تسليمي فلم يستطيعوا، سرقوا سيارتي وساوموني عليها ب5 شدات ولم أنطيتهم ما استطعت أن أعطيهم 5 شدات فعملوا بهذه السيارة بهذا الشكل بالحال، قاموا بتدميرها بقامات وساشاشين لكونا ما أنطيتهم الفلوس رادوها. أنا مواطن خادم الحسين، إذا عندي حوبة الحسين يطلعها قبل الدفنة مات الحسين بحق هذه الليلة ليلة أبو الفضل العباس ثورة الحسين، أنا مظلوم وأدي ضيافة للإيرانيين وشهدوا الإيرانيين كلهم مضيفهم بيتي ومضيفهم بالمضيف مالي وماكلين من زاد الحسين في بيتي، وهذا العمل اللي عملوه بيه إيران، والسيارة كانت حاملة كل المستمسكات ترجع لي زائدا تراب. هذا المواطن الذي وقع ضحية للاحتيال والابتزاز في إيران فوض أمره إلى الله وناشد الإمام الحسين بأن يأخذ حقه كونه مظلوم، وأن تواجده في إيران بهذا الوقت ما هو إلا خدمة للحسين وضيوفه. المقطع هذا وبعد انتشاره على منصات وصفحات عراقية وإيرانية أيضا في السوشيال ميديا نال كما هائلا من الردود، فمن المعلقين من أعلن دعمه وتعاطفه مع الرجل العراقي بعدما لما تعرض له، فيما كان هناك انتقاد لاذع من قبل آخرين بسبب تواجده في إيران. بعضا من ردود الأفعال والتعليقات اقتنصنا لكم جانبا منها، نبدأها مع حسين الموسوي. يقول حسين في تعليقه عن هذا الحادث: حجينا خلي هذا الحكي يفيدك، كل شيء ما يصير بيهم لا حوبة ولا هم يحزنون لأن أنت فاتح المضيف مالتك للرياء والشهرة مو للحسين. هناك تعليق آخر من أبو جود يقول هسه متوازي تحكي فصحى، هي مال فصحى وسيارتك صايرة لحم مثروم يا حجي، ليش تخلي الواحد يطلع من الجامع أقصد من طورة ويضحك. هناك تعليق آخر من باسم الحسيني يقول: باسم أقول لك حجي عوف هذا الحكي، على شنو رايح لإيران بسيارتك والشعب كاتل الجوع؟ طيب العصابة شلون شغلوها إذا البصمة عندك؟ طبعا أنت قاعد ببيت وتدور غير شغلات وقفصوا عليك والعلم عند الله. تعليق آخر من مقتدى الخفاجي يقول: الإيرانيين مو بس سيارتك حطموها، حطموا اللغة العربية هماتين عندك. أيها الناس اللغة العربية في خطر، أنقذوها. من منا لا يواجه صعوبة عند مراجعته لأي دائرة حكومية في العراق؟
فروتين القاتل المعمول به في الدوائر والمؤسسات، إضافة إلى طابور الانتظار تحت لهيب الشمس، مع استهتار بعض الموظفين للأسف في التعامل مع معاملة المراجع. ولا نستغرب عندما تأخذ معاملتك قيلولة طويلة في الدوائر لأسابيع أو شهور طويلة، ولربما عام أو عامين. أسباب كثيرة تجعل المواطن العراقي محبطاً، وأحياناً يضطره لدفع مبالغ مالية كرشاون لينجز معاملته على الفور بدلاً من التعب كله. مواطن عراقي مقيم في سلطنة عمان أراد أن يعكس هذه النظرة السلبية تماماً على دوائر الدولة الحكومية أو على البلاد ككل، فماذا فعل؟ بمجرد تصويره مقطعاً فيديوياً لكيفية استخراج سنوية السيارة أو إصدارها أو تجديدها، أثار هذا العراقي الجدل في منصات السوشيال ميديا، لا سيما بعد أن وثق لهم طريقة استخراج رخصة القيادة في غضون دقيقتين فقط، دقيقتين ونصف، نعم دقيقتين، لكن في عمان وليس في العراق. وان شوف هنا في سلطنة عمان، شوف هذا الماكينة هنا، عندك سنوية مع سيارة، سنوية تجددها، ما تروح للمرور، سوبر ماركت، تجي هنا هذا الجهاز نفسه، تدفع الغرامات بالتليفون ما تطول عندك دقائق، زين، تجددها بالتليفون، تجي هنا دخل البيانات اللي عندك من اللوحة، تكتب رقم السيارة، والرقم الإقامة مالتك، استمرار، هذا رقم السيارة، استمرار، ثم عندك رقم البنك، طاقة البنكية، خصم، سجلي استلام مكيه، أسرع تطلع لسنوية، جال التباع شوفان عندي سنوية القديمة، هاي سنوية القديمة انتهي، أسرع تطلع لي سنوية جديدة، طلعت السنوية اسمي خلال دقائق. إذن دقائق قليلة استغرقها هذا المواطن العراقي لتجديد سنوية السيارة داخل مركز تجاري بسيط، فالوضع لم يتطلب منه الذهاب إلى مؤسسة أو شراء فايل أو الوقوف بطابور طويل أو دفع رشاوة، فالآلة الإلكترونية حلت محل هذه السلسلة الطويلة المملة واختصرت ذلك. ردود كثيرة أثارها هذا المقطع المصور، والذي دفع المغردين في السوشيال ميديا إلى التهكم والمقارنة مع الدوائر في العراق والتي مضى عليها سنوات طويلة دون أن تحدث السيستم المعمول به في دوائرها. بعضا من هذه الردود نقرأ عليكم جانبا منها ونبدأها مع حاتم حسين. يقول حاتم: حبيبي هاي شغلات ما تصير بالعراق، تعرف ليش؟ لأن هاي الأجهزة ما بها واسطة ولا تقدر تبوق، شغلها إلكتروني. بالله خطية الضباط شلون يعيشون إذا ما كل تجديد سنوية يقطك ب50,000؟ واقع حال للبعض. هناك تعليق آخر من حسين العاني يقول: افرض كملت ب3 دقائق وراها، وين انطي وجهي؟ تعلمت وتعودت اروح بال8 وارجع بال2 ما مسوي شيء، بس مستنسخ المربع الذهبي ومنسلك جد جدي بالشمس ومحروق وصاير عندي افطر من الوقفه وانتو ادرى بالباقي.
هناك أيضا تعليق آخر من عماد الدليمي يقول سبحان الله نفس الشيء عندنا بالعراق، اصلا ما تروح على الدائره، هم يتجولون على البيوت ويجون عليك يقولوا لك، اقول لك احنا جايبين لك الاجازه، سوي لنا استكان شاي وينطوك الاجازه باقل من دقيقه، ولا تحلفني ترى انا صادق. تعليق اخر من ابو خديجه يقول هذه الاردن التي لا يوجد فيها نفط، ودله هي ليست في الاردن، هي في سلطنه عمان، لا يوجد فيها نفط ايضا ودجلة والفرات والأرض الخصبة، ولكن فيها من يعرف كيف يقود البلد، وفيها تقطع يد كل فاسد وسارق من أموال الدولة. أعانك الله يا عراق. في اليوم الواحد يسجل العراق المئات من الحوادث المرورية، منها ما يكون سببها الانشغال بالهاتف أو السرعة الزائدة مثلا، أو لربما يكون السبب من الطرف الآخر، سيما ما إذا كان هذا الطرف يقود دراجة نارية أو ستوتة والسائق طفل لا يعرف القيادة. فهل ستتخيلون معي كيف ستكون النتائج؟ في مقطع فيديوي مصور وثق رجل مرور حادث مأساوي لدراجة ستوتة اصطدمت بمركبة نوع كوريلا، وسائق الستوتة طفل لم يتجاوز عمره 14 عاما، طفل لا يملك القدرة على قيادة الدراجة ومخالف أيضا، وتسبب بأعطاب المركبة وتضررها بشكل كبير. احنا قبل 5 أيام أو يوم 5-8 حكينا ونبهنا، كنا على أصحاب الستوتات والدراجات النارية اللي جاي يقودوها الأطفال، يعني ما جزء 5 أيام اكثر التعليقات السلبيه اللي واجهتها. انا ما تهمني التعليقات، كل واحد ورايه، وشلون يريد يعبر يعبر، انا انطي ادي واجبي ما يرضي الله ويرضي الناس وحافظ على ارواح المواطنين. راح اشوفكم الحاله اللي صارت اليوم اللي نوهت عليها قبل يوم 5-8. لاحظ ايش سوى ابو ستوته الطفل الصغير، وايش صار وايش سبب حادث هاي المركبه. صور هاي المركبه، خلي تصويرها في الله. تابعني تابعني على الراديو. نعم سيد. اخوان سيد هذا سائق هاي الدراجه او يسموها السكوته، جرون سايد من هذا الجهه، جرون سايد، وهذا ابوه واقف يمه. احنا اخوان من نحكي والله حتى نتجنب هاي الحالات اللي تحدث في الشارع والاخطاء اللي يرتكبها قسم من المواطنين، يقول لك هو جاي يعيش. بالعكس انا كيف بهذا العمر يعيش اهله بس ما اعوفه بالشارع. يا اخوان هذا شارع حوادث مروريه بيها مميته، جاي تروح ضحيتها ناس ابرياء. هذا الطفل ايش قد عمرك؟ قد عمرك؟ 14 سنة. شوف قد هذا عمره ووالده موجود يمه. أنا من أحكي وعاتي وأقول لاخ راح للمستشفى، وشوف ايش سوى. هذا شنو ذنبه بالمركبة اللي جاب طريقه صحيح، وهذا جرون سايد. فيا اخوان احنا نريد نحافظ على ارواح المواطنين، والله ادري الناس بحاجة وادري الناس محتاجة، لكن مع الأسف أنا قسم يقول لك انت هذا اللي يعيش صحيح بس مو عوفه بالشارع. والله ما هاي نتيجتها باوع جامد سبب حادث هاي المركبه. اخوه بالمستشفى، هذا حد اصابه؟ لا، لكن الله خلص هذا السائق الحمد لله على سلامتهم. عميد المرور الذي ظهر في مقطع الفيديو واسمه أحمد وجه رسالة توعوية كما شاهدنا إلى سائقي المركبات وإلى الأهالي أيضا لمنع أطفالهم من قيادة الدراجات وكذلك العربات، نظرا لوقوع الكثير من الحوادث المرورية يذهب ضحيتها الأبرياء، وبالإضافة إلى الأضرار المادية. فشقيق الطفل سائق الستوتة أصيب بجروح وكسور في جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. الفيديو لاقى رواجا على منصات التواصل الاجتماعي وتناقلته الصفحات والمواقع، وكان للناشطين ردودا حول ما حصل عبر هذه الحادثة. اخترنا لكم منها تعليقا لطارق أبو زياد يقول طارق عن هذه الحادثة ماذا علق؟ والنعم منك سيادة العميد، كثر الله من أمثالك الطيبين، والله كلام قمة بالأخلاق، بس
الالتزام من قبل المواطن، ماكو مع الأسف. وأيضا خطية هالأطفال غير الفقر اللي جبرهم ينزلون للشارع ويشتغلون. أيضا تعليق آخر من مصطفى، يقول مصطفى حجز مع غرامة حتى يصيرون أوادم، ما أعرف شلون ترهم فقير ويشتغل بستوته وبنفس الوقت تشوفه بالشارع مستهتر وبدون أي وازع. أما الدراجات في الرمادي فحدث ولا حرج. هناك تعليق آخر من ذاكر الغساني، يقول ذاكر ماكو فايدة للكلام لأن حرامات العتب بيهم، بس العتب مو عليهم، العتب على اللي ينطي الستوتة للجهال يسوقون بالشارع بشارع عام وفوقاها رون سايد. تعليق آخر من منذر العاني، يقول منذر أنقذونا من الماطورات والستوتات، في شهر واحد صار حادثين مع الماطورات. المشكلة أبو الماطور يتعدى ويضرب السيارة والسائق يبتلى، لأن أبو الماطور يجي سريع وما لابس خوذة وينطح السيارة مثل الثور ويتهشم راسه وتعال ابتلي. بعد توقف دام 10 سنوات أعلنت وزارة النقل العراقية عن تسيير أول رحلة قطار إلى مدينة الموصل، ولكن تم تسجيل وقوع أول حادث سير بين القطار وعجلة مدنية نوع نيسان قرب منطقة وادي حجر في الجانب الأيمن من الموصل، وذلك إثر دخول القطار للمدينة بعد 10 سنوات من الانقطاع. وقال معاون مدير السكك الحديد في الموصل إن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية سوى أضرار مادية كبيرة في العجلة، محملا صاحب العجلة المدنية مسؤولية الحادث كونه بقي قريبا من السكة رغم اقتراب القطار. الآن ينطلق القطار من محطة قطار بيجبة اتجاه محطة قطار الموصل. اليوم ثلاثة عشر سبعة ألفين وواحد وعشرين. كثيرون انتقدوا سائق السيارة النيسان لأنه لم يبتعد عن القطار باعتبار أن أصحاب المركبات عموما لا يأبهون لمدى المخاطر عند اقتراب القطار منهم، وهو لا يمكنه التوقف بصورة سريعة كما لا يمكن تغيير مساره. ودعا سكان المدينة للانتباه والحذر عند مرور القطارات على السكك الحديدية مشددين على ضرورة ترك مسافة أمان كافية بينهم وبين القطار لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث. هناك تعليقات كثيرة اخترنا لكم جانبا منها، ونبدأ تلك التعليقات مع محمد مصطفى يعلق عن حادثة القطار والسيارة النيسان. يقول أكيد سائق القطار هو المتعدي لأن جاي يمشي عرض مبينة ضربة بالصفحة ما نطى مجال حتى يجتاز وهو العاين القطار، وهسه لا جديات خلي يتغرم أبو النيسان أضرار القطار حتى يكون عبرة لغيره. أكو واحد يكسر على قطار اشطول اشعورضة ما شفته. تعليق آخر من صفاء موسى، يقول هذا عبالة سيارة إذا يكسر عليه يخفف حتى يجتاز، بعدين أنت أبو السيارة مكانك بالشارع جابك على السكة، يعني إلا تدخل التاريخ من تشامل لغ مال سيارتك وتسجل أول حادث بعد 10 سنوات من توقف القطار. هناك تعليق آخر من حامد مضر، يقول هي هاي التايهات بالصحراء
وداس على رجله لابو النيسان، ايش مالك انت الا تفوت وتو يعني توقف العبره مالتك بهاللحظه؟ بس ابو القطار عفي عليه، قبل وعدل رقمه لابو السياره حتى لا يسويها مره اللوخ. تعليق اخر من شاهر منسي يقول المفروض تشاملغ والباب مالت السياره يخلوهم بالمتحف باعتبارها اول حادث من نوعه وبعد 10 سنوات من عوده الرحلات الى الموصل، والمفروض يكرمون السائق ابو القطار والنيسان ويخلدوهم وافضل شيء يسوون معرض فوتوغرافي لتوثيق الحادثه حتى يسولفوها للاجيال الجايه. هناك ايضا قصص واحداث اخرى انوه عن بعض منها من خلال هذه العناوين. مظلي يقفز من طائرة احتفالا بعيد ميلاده المئوي. فتاة أفغانية تبكي عبر مواقع التواصل وتثير الجدل. 50 بلياقة شاب 20 ينال انتشارا واسعا. مخاوف على مستقبل نساء أفغانستان بعد سيطرة طالبان ودموع فتاة أفغانية أثارت مشاعر الملايين، وتصدر هاشتاغ نساء أفغانستان قائمة الترند في عدة دول عربية. ففي مقطع فيديو قصير رائج عبر منصات التواصل ظهرت فتاة أفغانية شابة وهي تذرف دموعها أثناء حديثها عن الأوضاع الجديدة في بلدها للتعبير عن حزنها بعد سيطرة مسلحي تنظيم طالبان على البلاد، وقالت سنموت ببطء عبر التاريخ. بالمقابل تصاعدت الأصوات المطالبة بضمان حماية النساء وخصوصا من المدافعات عن حقوق الإنسان، وتعاطف الملايين مع الفتاة الأفغانية وتضامنوا معها لما تمر به أفغانستان في الوضع الراهن. ما به اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان به دنیا آمدیم. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام رو نگه دارم، مجبورم هی تمیزشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم میمیریم. خیلی خنده دارم. نحن لا نجد الاهتمام فقط لأننا ولدنا في وطن يدعى أفغانستان. انتشر هذا المقطع الذي مدته 45 ثانية فقط على نطاق واسع وحصد أكثر من 440 ألف مشاهدة، بينما شاركه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مؤكدين أنه لن يسمح للنساء الأفغانيات بالعمل أو الدراسة خصوصا، وأنه خلال فترة سيطرة طالبان السابقة قبل عدة سنوات على البلاد فرضت على النساء قوانين صارمة ومنعتهن من العمل. في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أن أفغانستان تخرج عن نطاق السيطرة وأن الصراع يلقي بضرر أكبر على النساء والأطفال. بالمقابل تفاعل عدد كبير من المتابعين وعبروا عن آرائهم عبر تعليقات كثيرة، اخترنا لكم جانبا منها ونبدأها مع تعليق خالد. يقول خالد عن بكاء هذه الفتاة الأفغانية: تراني تأثرت، نفس الفيديو أو الفيديوهات المصطنعة التي ينشرها الإعلام الغربي أصبح ينقلها الإعلام العربي عندنا، والذي هو أصلا يعمل لنفس أجندة الإعلام الغربي. يريدون أن يظهروا طالبان على أنهم مجموعة من الزومبي، وكالعادة ورقة المرأة لازم دائما يتم لعبها كورقة أخيرة لشيطنة أي مظهر ديني. تعليق آخر من دعاء محمد تقول: دعاء نفس الناس اللي عاملة إيموشن ضحك وفرحانة بطالبان، لو سألتهم روح عيش تحت حكم طالبان حيعمل نفسه ميت. لو كان ما فيش خوف منهم لي ما فيش هجرة جماعية من هنا لأفغانستان للاستمتاع بحكم طالبان. تعليق آخر أيضا من جمال يقول: جمال لا داعي للأحكام المسبقة، طالبان عام 1996 ليست هي طالبان اليوم، والحركة نفسها لن تحيد عن التفاوض مع الغرب لضمان اعتراف دولي بشرعيتها. أمريكا من مهدت الطريق للحركة وفق شروط مسبقة تتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير. هناك أيضا تعليق من دلال شريف تقول: دلال معاها حق،
من احتلال لاحتلال، يا ما فجروا مدارس وقتلوا طالبات ونساء، اللي يكون الله يكون بعونهم يا قصدها. وبالنسبة للي ينتقدوا ويضحكوا عليها، اتقوا الله في البنت اللي بتبكي على بلدها المنهار، وكفاية تخونوا بالناس وتحكموا عليهم. لو كبرت في العمر ستعرف حينها فوائد الرياضة على جسدك ونفسيتك. طبعا سو هاي جانغ مدرب متخصص برياضة الكونفو، يبلغ من العمر 58 عاما، هو لم يتوقف عن التمارين وممارسة الرياضة، وكأنه في سن 20 بأداء حركات مبهرة بتدريباته قبل 7 سنوات بهدف فقدان الوزن الزائد. اليوم يمتلك جسدا بمرونة عالية ولياقة أثارت الإعجاب. هاي جانغ أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والبيجات الرسمية، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بإصراره وحرصه على ممارسة الرياضة اليومية، حتى وصل إلى هذا المستوى الرائع الذي يحسده عليه عدد كبير من الناس، ربما أنا أكون واحدا منهم. فحصد ردود أفعال كثيرة وكومنتات أيضا، اخترنا لكم بعضا منها، نبدأها مع كرم أياد. ماذا قال كرم عن لياقة هذا الرجل؟ يقول: أنا أبوي يمد رجله تسمع طقطقة، يضم رجله تسمع طقطقة، تقول السر بس مات المبردة وعاطل، إذا يقرر يسوي تمرين رياضة يضرب قبلها معون تشريب معدل، وأمي تقول له أنت ضعيف وين السمن، ماكو كرش لحد ما تورط، والله السبب الرئيسي للسمنة النسوان وأكلهن الطيب. هناك تعليق من بشار علي يقول: بشار، اللياقة ما تجي بيوم وليلة، لاحظ أنه داوم على التمرين 7 سنوات واستمر، وما قال آخ ظهري وآخ رجلي وما عندي وقت، أهم شيء الإصرار والعزيمة، خصوصا العزيمة إذا كان بيها ثريد وكبسة وصينية تدليمية معدلة ودولكة لبن، هنا العزيمة تصير ثريدي. هناك أيضا تعليق من نسرين تقول: نسرين سلام، الرياضة مهمة بس مع الأسف هسه خصوصا البنات شوية صعد وزنها راحت شفطت، وما شاء الله مراكز التجميل كوم ببغداد، الطب للمركز دب الطرشي تطلع منها مانيكانة وتخبل، خلف الله على طب التجميل اللي تطور، شان هسه وين ننطي وجهنا. أيضا هناك تعليق من شلال إبراهيم يقول: شلال، هالو يمنى قبل يدفنونا بالنجف، بس يمهم الأمور غير شكل، عمره 60 أو 70 توه يفكر بالحياة ويمارس الرياضة، وما يخلي موضوع العمر بباله، لأنه بالنسبة إلى مجرد رقم، وانتبه على لياقته، تقول لاستيكة وإحنا مجايمين حتى دهن قريز ما ينفع ويانا. الكثير منا يبحث عن طريقة مبتكرة وجديدة للاحتفال بعيد ميلاده، وأحيانا يحضر الأصدقاء إلى تلك الاحتفالية ويحضرون المفاجأة أيضا التي أصبحت تقليدية ومتوقعة. ولكن توم رايس هو جندي مظلات أمريكي مخضرم، شارك في الحرب العالمية الثانية، يبلغ من العمر حاليا 100 عام، لم ينتظر إعداد حفلة عيد ميلاده المئوية، بل أضاف الكثير من الأكشن والتشويق والتجديد لاحتفال عيد الميلاد، وبطريقة مميزة، حيث قام بقفزة العمر من طائرة ذات طراز قديم، وأمام جمع من المتابعين الذين ينتظرون باهتمام بالغ تلك القفزة لرجل وصل إلى عمر 100. Ladies and gentlemen. Yeah. What's your point on? Woohoo! Woohoo! Yeah. Stand up! Yeah.
job, sir. You did a great job. Congratulations and happy birthday. Thank you. Thank you. How you doing? That was a lot of fun. With your bad luck. بما أنه مظلي قديم فقد اعتاد الأمر وقد يبدو طبيعيا بالنسبة له، ولكن أن يؤدي تلك القفزة مسن بعمر 100 عام ومن على ارتفاع شاهق، هنا ستتغير المعادلة وسنفكر كثيرا بالموضوع. فكيف تفاعل وتعاطى رواد مواقع التواصل مع هذا النوع من الاحتفال وبماذا علقوا؟ دعوني أقرأ لكم بعضا من تلك التعليقات، والتي سأبدأها مع تعليق لعلي صالح. ماذا قال علي عن قفزة هذا الرجل المئوي؟ يقول علي: وعدنا بعمر 100 أما جالس على كرسي متحرك أو بالقبر أو فاقد الذاكرة. هذا أساساً زين إذا وصل عمره 100، لأن معدل عمر الإنسان بالعراق لحد 60، وراها يودع. هناك تعليق من سمرقند تقول: عمره 40 ويصير بي سكر وضغط وإسهال. إنه العراقي اللي شايل هموم الدنيا فوق راسه بال30 ومشيب، خو مو مثل ذولا معاصرين كل الحروب والنوب يتذكر يا حظي. تعليق آخر أيضاً من لجين يوسف تقول: طبعاً الغذاء الصحي والراحة النفسية والضمان الاجتماعي كل شيء يخلي الإنسان يعمر. النوب محتفل بقفزة بيها رسالة لكل الشباب وتحدي، خصوصاً اللي عندهم فوبيا الأماكن العالية. هناك تعليق من لقمان طاها يقول: لقمان، يعني هذا الحجي إذا يعايدوه بعيد ميلاده شي يقولوا له؟ إذا هو خاتمهن كلهن يقولوا له: إن شاء الله عمرك 100 وصل للمئة سنة. زين يقولوا له: إن شاء الله حجي، ما هو واصل مرحلة الوحش. يقولوا له: إن شاء الله تحقق الأماني، ما هو شيت من الطيارة. بعد شي يسوي؟ وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم بعد الاحتفال بمئوية هذا الرجل المسن وقفزته الشهيرة من الطائرة. إن شاء الله نلتقيكم يوم غد بقصص وأحداث غريبة وجديدة يوم غد في برنامج متداول فيه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم غد. أترككم بأمان الله وحفظه، إلى اللقاء.